خصنا في ساعة. فين هو حمزة؟ اول حاجه كنبغي نشكر العام وبمناسبه بعدا ديال السي خضره المطفره كنبغي اصلت الموسم نيابه عن رئيس نادي الرجاء الرياضي وجميع الفعاليات الرجويه. انا التهنئه لصاحب الجلاله فيما يخص الديربي، لان كنقول الان مهم منين جينا حنا كمكتب مدير. دابا جوج ديال الماتشات اللي لعبنا ماتش ديال واتزم ولعبنا ماتش دابا ديال الديربي. الماتش ديال واتزم كان ضربه جزاء، العالم كله عرف ضربه جزاء الا داك الحكم بان لان ماشي ضربه جزاء، مشاو لينا جوج ديال النقاط. والغريب في الامر هو ان داك الماتش كنا غنهزمو فيه، لان هذيك ضربه جزاء تبعاتها واحد العمليه اللي كانت غتعطينا هدف ديال واتزم. فلا يعقل بان الحكم كيكون مؤثر. ولحد الان درنا واحد البلاغ، جينا للديربي، الديربي لاعبينه، الحكم اللي كاين اليوم مع احتراماتي ليه هو انه كتنقصو واحد شويه ديال الجرأه، لانه كون كانت عنده شويه ديال الجرأه غيعطي الجبران، غيعطيه بطاقه صفراء ثانيه وغيعطيه بطاقه حمراء. غتلعب مع الوداد ب 10 ماشي غتلعب مع 11، زائد ان كان واحد الضربه ديال الخطا ولي ما عطاناش كاع ضربه جزاء ديال داري مع حميد حداد، يعطينا غير ضربه خطا اللي كانت على الخط. فكنظن ان حنا الاستحواذ كان 68%، اللعابه كانت واحد الروح قتاليه. انا اللي كنطلب من المديريه المركزيه للتحكيم هو ان تعطينا تقارير على هذه الحالات نعرفهم حنا كنادي الرجاء الرياضي، لان لا يعقل كنجيو حنا اللعابه سيمانه وهم مكرسين كيترينيو خدامين، كيجي حكام ما كتكونش عنده الجرأه انه يعطي بطاقه صفراء اللي غدير، لانه غنلعبوا مع الوداد باش كنا غنربحوا، راه كنا غنربحوا باش نكونوا واضحين. اليوم عاوتاني ضاعت لنا جوج نقاط، نهار واتزاب ضاعت لنا جوج نقاط، لا يعقل. هاد الحكم اليوم ما عرفتش مناش خايف، ما عرفتش شكون يخيف، واش خايف من شي واحد ما عرفتش. ما نقولش انه مستهدفه، ولكن على المديريه المركزيه للتحكيم عندها واحد العمل، لان حنا راه كنجيو راه اسبوع حنا كنوجدوا اسبوع، وكيجي حكم باش غيعطي اللاعب بطاقه حمراء نتيجة واحد التدخل لا واحد التهور، هو خايف من شي حاجة ما عرفناهاش. زائد أن عاوتاني ديما حنا الوداد كنلعبوا قبل منا، راه من نهار بدات هاد البطولة ما عمرنا لعبنا حنا قدام الوداد، كنلعبوا حنا تيشوفونا شنو درنا عاد كنبرمجوا. الله يرحم بها الوالدين، حنا بغينا راه شي اش كنقولوا حنا، راه ماشي عندنا حنا مشكل مع التحكيم ولا مع العصبة ولا مع البرمجة، حنا بغينا تكون واحد التكافؤ ديال الفرص. حنا كنلعبوا كرة القدم، جميع الفرق أنك تهيئ، ولكن ملي كتجي نهار ديال الماتش كيجي حكام بواحد القرار اللي هو مؤثر كيحرمك بضربة جزاء، ولا بواحد القرار ولا بواحد الخوف ما عرفتش منين انه كيجي وكيغير المسار ديال المقابله. ولكن بغيت نقول بان عندنا رجال، هنيئا بهذا الرجال تقاتلوا، وكنا كنتمنى اننا كمكتب مديري اول ديربي ننتصروا، ولكن انا كنقول الجماهير الرجاويه ثقوا فينا كمكتب مديري، كنوعدهم بان غيكونوا انتدابات في المستوى، غيكون انتداب اللي غيجي غيحمل القميص ديال نادي الرجاء الرياضي، انه خاص يجي يعطي الاضافه لهاد اللاعبين، لان عندنا لاعبين ولاد المدرسه ولا اللاعبين ديالنا المحليين كيتقاتلوا، فبالاحرى انه خاصنا نجيبوا واحد الاجانب ولا لاعب اجنبي يكون في المستوى.